أنا اتكلمت معاكي في الموضوع ده مرة قبل كده يا لينا، وأنا ما أحبش أتكلم في موضوع مرتين. قلتلك بسافر دبي في شغل، مش رايح أتفسح. يا ست هي ليلة واحدة مش هلحق أوحشك فيها. هو يعني كم أسبوع كده وحدك معايا في سفرية في فرنسا. يلا بقى عشان ألحق أنام كم ساعة كده قبل ميعاد الطيارة. يلا تصبح على خير. تيجي معايا يا أهل. ما هي موجودة لما أركب. يا وائل والله أمك كويسة وزي الفل. أنا لولا خفت عليها من طول الطريق إنها تتعب كنت جبتها لك عشان تشوفيها وتطمني عليها. أمك وحشتني قوي يا سندس ونفسي أشوفها. أنت كمان وحشتيها قوي ونفسها تشوفك. معلش هانت، ربنا يفك سجنك ويقرب البعيد. وأخبار البعيد إيه؟ أديني دايخة عليه. صدقيني أنا مش مقصرة أبدا، بس إن شاء الله هوصل وهجيب لك ابنك وهتاخديه في حضنك وبكرة تشوفي. أخده في حضني؟ ده حلم، وحلم بعيد قوي يا أختي. ما تقوليش كده، مفيش حاجة بعيدة عن ربنا، ربنا قادر يقرب البعيد. بقول لك إيه، دواهي بعتلك أحلى تحية وسلام، وطول الليل سهرانة تعمل لك في المنبر اللي أنت بتحبيه. قالت لي بصي هو ده بتحب المنبر ومش ممكن هتروحي لها من غيره. لا وإيه، وبالغنى بقى وبرواق وبأحلى دماغ. بنت حلال قوي دواهي دي. الأخبار ابنها إيه؟ مسكين والله، صعبان عليا قوي. طفل صغير زي ده بين الحياة والموت، وكل يوم حالته بتسوق ومحدش سائل. استني فراج ربنا، إما يبقى فيه فلوس ويروح يتعالج بره ويبقى كويس، أو إن ربنا يحنن قلب وزارة الصحة على الغلابة اللي معاهمش فلوس. ربنا ما يحرق قلبها عليها أبدا. آمين يا رب. حاكم الدنا غالي وغالي قوي يا أختي. ماما ماما ماما، ايه ده؟ يا ساتر يا رب، ايه ده؟ انا كنت نايمه ما سمعتش المنبه. لا ما هو المنبه ما ضربش. اسكت، ظبط المنبه عشان ادي اخوك الدواء. ما صحيتيني ليه يا حبيبتي؟ عايزه فلوس. انت بتصحيني من نومي يا بنت عشان تقولي لي عايزه فلوس؟ لا يا ماما، ما هو اصل دي فلوس طوارئ. طوارئ؟ انت شغاله في الاسعاف، طوارئ ايه اللي عاوزه فلوس دي؟ تلاقي بلوزه ولا بنطلون مجننينك عاوزك تشتريهم يا ماما. لا ده ولا ده. امال ايه؟ صحتيني ليه؟ بيبقى اكسسوار عايزه تشتريه؟ ولا اكسسوار عايزه اشتريه. ما صحتيني ليه؟ بصي اصل ده عيد ميلاد واحده صاحبتي بعد كام يوم، وانا نفسي اجيب لها هديه حلوه. لما عيد ميلاد صاحبتك كمان كام يوم، بتصحيني من النوم ليه؟ ايوه ما انا عمال منزل السوق واتفرج على الحاجات واشوف ايه المناسب. عندك البوك بره، خدي منه 200 جنيه اشتري لها الهديه اللي انت عاوزاها. ايه 200 جنيه ايه؟ لما هتشتري انت تشتري شقه، ما تشتري هديه لصاحبتك. اصل دي صاحبتي الغنيه اللي جابت لي السلسله الذهب اللي انا بنقلها المحاضرات، فاكره؟ ايوه يا اختي فاكره، وقلت لك مش عاوزين هدايا من حد، لا غنيه ولا فقيره، لا نعرف نرد ده ولا نرد ده. ما انت عارفه انت ما عندكيش دم يا بنت غبيه، ما بتحسيش. ما انت عارفه اني بحط القرش على القرش عشان اعمل العمليه لاخوك. خلاص يا ماما ناس. تعالي هنا، هو امك مديتي بوزك قدامك شبرين؟ خلي بالك يا اختي لا لحم وشك يقع. خلاص بكره ان شاء الله هديك المبلغ اللي انت عاوزاه تشتري صاحبتك الهديه. يلا غوري خليني اعرف انام. اتي بوسه، ربنا يخليكي ليا يا دودو. انا يا اختي منك يا لئيمه، استغفر الله العظيم، عيال قرف. اتفضلي يا كبيره. هات يا اختي. الف هنا. مالكيش دعوه انت، ايه انت هتبصي لي فيها ولا ايه؟ روحي اترمي هناك. ايه يا هدى؟ معقوله كلهم هيقعدوا ياكلوا وانت ما تاكليش حاجه؟ لا بقول لك ايه، الاكل ده جاي على اسمك، انت لازم تاكلي حاجه. يلا خدي كلي. ماليش نفسي يا ولا، سيبيني في حال الله يخليك. ليه بس يا حبيبتي؟ كلي يا حبيبتي، ان شاء الله ربنا ينولك كل اللي في بالك. ما هو اللي في بالي ونفسي فيه ونفسي يتحقق ما حصلش، وباين انه مش هيحصل. معلش يا حبيبتي، قادر ربنا يفرجها ان شاء الله، سيبيها على الله. ما انا ماليش غيره، ماليش غيره يا علا. يا رب قادر ربنا يجمعني بيه في الدنيا، ولو ما حصلش نصيب واتحرمت منه يجمعني بيه في الاخره بعد طولت العمر ليه والسعد والهنا ليه. يا رب يا رب. يا ابني يا حبيبي انت عامل ايه دلوقتي؟ يا ضنايا يا ضنا قلب امك يا اخويا يا حبيبي يا ابني، انت فين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي ظلموكي.
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مسعود يا ابن حواء وآدم، إلهي ما تورد على جنة. الله عليك، إيه ده؟ إيه ده يا واد؟ ولا غلطة ولا غلطة واحدة، كله صح. يعني 10 على 10؟ يا سيدي ده 10 على 10 ونجمة وامتياز. الشطارة دي يا نور. اسمع بقى، أنا عايزاك تفضل دايما محافظ على مستواك الهايل ده. اسمع كلامي، ذاكر دروسك أول بأول. اوكي يا قمر؟ كاس. معلش يا ست الأستاذة اتأخرت عليكي بالشاي. لا 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 أبدا مفيش حاجة. معلش أعمل إيه؟ لقيت الأنبوبة بتلوع الروح، إمتى ربنا يتوب علينا بقى ويدخلونا الغاز؟ طمنيني يا ست الأستاذة، أخبار نور ابني عندك إيه؟ نور؟ نور ده شاطر قوي وبيعمل كل اللي مطلوب منه بانتظام. النبي حارسه وصاينه، أصل خايفة على موضوعه إنه قاعد في البيت ما بيروحش المدرسة تأثر على الدرجات بتاعته. لا 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 لا، نور ذكي. تعرفي يا أم نور؟ إيه يا حبيبتي؟ نور ده أشطر من كل الأولاد اللي عندي في الفصل. النبي حارسه وصاينه، الله أكبر. اطمني اطمني، إن شاء الله هيطلع من الأوائل وربنا يفرح قلبك بيه. من بقك لباب السما، عقبال ما نفرح بيكي بالعريس اللقطه. يلا اتفضلي اشربي الشاي قبل ما يبرد. الله الله على الايام الجميله، ايام ما كنت بشرح الدروس العظيمه دي. الدرس بتاعه النهارده مبادئ علم النصب. علم ايه؟ علم النصب يا مستر. تاني. علم النصب يا مستر. علم النصب يا مستر، برافو عليكم. النصب ده شيء جميل، النصب ده الموسع زي الفن بالظبط. ايوه بقى يا مستر، قسم وسلطنا. يا سلام، ايه قسم وسلطنا دي؟ جرايه بانتبار مديله، ده ناقص تقولي له نتحزم ونرقص كمان. اخرسي. قالك اخرسي. قالك انت اخرسي. لا قالك انت اللي تخرسي. قلت لكم انتوا اخرسوا. هنخرس. انا مش واكل مخلل وجاي اهلل. تعجبني قوي حكايتي هلل دي يا مستر، فظيعه. لا اسكتي على المخل، بيفتح النفس قوي جدا. ما تجيبوا رنجايه واطلعوا فوق السطوح احسن. انا بحب يا استاذ حسين ال لا اخرس. هس اخرسي. هس اخرسي انت. اخرسي انت. اسكت وخلاص. لا لا. وبعدين وبعدين ايه دواهي وسهوكة؟ دي اسماء مربكة. دواهي وسهوكة، لا لا لا، دي نسوان مربكة، لا لا لا. تعالي يا ام احمد، البنت اتخطبت يا اختي، ما تحترمي نفسك انت. هي المهم عاوز اقول لكم ان النصاب ده لازم يكون اذكى البشر، عينيه في وسط راسه، لازم يبقى دارس كويس قوي الهدف اللي رايح له ونوع النصبايا اللي رايح ينصب عليها. النصاب ده لازم يكون جوه زي بره، ولازم يكون عنده ثبات انفعالي. يعني الثبات الانفعالي فين؟ في منطقه مهمه جدا، منطقه الفك والعينين. احنا عايزين نركز كويس قوي في الدرس اللي قدامنا، مبادئ علم النصب. كده 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 كده. ها 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 ها. ايه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا عم قطعت خبرنا؟ اجروا اجروا اجروا. واحده واحده. يلا معايا اهو. جري معايا معاك كده. ايه دي؟ يلا كده افردي دراعاتك قوي كده كده كده. اهو يلا هوش اشتغل كده وكده كده وكده كده كده. ايه؟ واهو واهو اهو كده لفوق اهو كده اهو كده. ايه؟ دي كروت لسحب الاموال الفلوس، عارفين يعني ايه اي تي ام؟ اي اي دي لما تقول حطيته كده حقنة. لا ايه اهي تحط اي، مش متغزي انت بتغزي المطوه. تحطي بقى الباسورد الرقم السري الباتويند ده. لا انا مش هينفع معاك كده، هات ايدك. مش هينفع معاكي. برافو عليك. اطلع. انا بلعب. العب انت. انزل انت. انزل انزل انزل. في مرحلة صعبة جدا في حياة النصاب، ألا وهي التنكر. لو جبنا الشنب ده وعملنا كده ما نمشيش بكده. واو. لازم نعمل كده كده كده. فهمت يعني ايه تنكر؟ I know I see I vitamin C also. قول الفيتامين سي. الفيتامين سي ده بيعملوا لي ال قلنا الشنب. ما تتلم وتحترمي نفسك. افتحي ايدك. افتح ايدي ده ايه؟ انت لازم عشان تركزي معانا. التنكر ايه؟ التنكر يعني الواحد يحط مكياج. ايوه. ويحط شناب. شناب. ويلبس قرع زيك. ايه؟ بالظبط. لله الامر بالقبر. ما ينفعش.
اوعى ايدك تتحط هنا تاني. خلاص اوكي. كات ووك طبعا وندر فل. ايه ده؟ قوي. ايه رايك يا ميشو؟ الحلاوه دي سوسو. يا انا عايزك تظبطني زيهم. هظبطك في يوم يكون واكل مخلل واجي معاك اهلل. مخلل؟ طب ما تيجي نروح نجيب مخلل. منين؟ من الراجل اللي ورانا. اللي ورانا ده خرابه. اوكي. ايه ده يا دودو ده؟ اتغيرت 180 الف درجه. مش يلا بينا. صوتك ده ما اسمعوش فاهم؟ لا لا بالجزمه ده شكب شبشب كعبعاني. ادي يا دودو انت بقيتي قمر. ايه بقى الكلام ده كله؟ جزمي. عايزين نعمل لهم عمليه في طريقه الكلام، عمليه تجميل. انت اساسا عايز تعمل عمليه؟ والله حتى انا يا ميشو؟ ليه يا سوسو انت تاتشوود؟ ده انت اللهم صل على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. ما تقوم ترقص بالمره. النمر وصغير على الحب. شفتوا بقى انا لمعتكم ونضفتكم ازاي؟ انتوا نفسكم مش هتعرفوا نفسكم. اسكوز مي يا مستر، يعني ايه مش هنعرف نفسنا؟ احنا عارفين نفسنا كويس قوي ومش اول مره نلبس، احنا طول عمرنا بنلبس انا وسوسو. ايوه وبعدين القلب غالب، ولو احنا اساسا مش حلوين ما كانش يليق علينا اي لبس، صح يا دودو؟ طبعا يا سوسو. طيب حضروا نفسكم بقى علشان نخش في الشغل. شوف امتى عايز تخش في الشغل وانا تحت امرك. مش انا يا ماما اللي حد يقول لي ادخل الشغل، انا اللي اقول اخش امتى شغل واطلع امتى من الشغل. طب اتفضل سيادتك خش الشغل واطلع من الشغل اللي يعجبك. احنا هنشتغل مع شخصيه تقيله قوي وكبيره قوي. تقيله قوي؟ واو مين ده؟